حديث بس عشرة حديث أبي الدرداء إن ذي النبي صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرجه الإمام الترمذي والإمام أحمد. يعني ما إلا ما كينسلم ديفان ديال فلاس إلا وقف غانا في السمس شيني أت ديفان ديال فلاس بالغيب نسى ولا شيء سين خاطي والو ربي فتبينوا فتبينوا هكذا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. أكنيت حرض فلاس ديفان ديال فلاس في النيفيس في الحرماس في القيماس في الشانيس ربي هذه السبعة الفلاك تيمس يوم القيامة دونون دونون هذا رد الله عن وجهه النار أدست مسنين جهنم كثير شربة سير فلاك سي بور سا إلا قنسلمن إلا قنسعو لخلقك غاس يوعر يتساوي دي لي زانكونفينيون بلا شك هذا نتقاضى كي يمشي بكني فلاس يغلق الموسي ضرا واضح ما نقلبنت الامور نقلبنت تسيت نقلب ودقر غير خلا مي توجور نسعى السيرم الخير الذي الامه محمد صلى الله عليه وسلم المثني هي الدنيث ولكن لقد غالوا كثير وكزاني نزيك غالوا كني في الحرماني وكذا 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 وذا غير وين نظن يا خويا يون طولاض يعني خدم لي شوالا قلت تشويشاكي او يسيد كان ناس مقابل وذم سوذ فاس فاس السلام عليكم اذ غادي نغتصرين طلن بين الشمثم وذيزدين المؤمنين. الحديث يوسف 11 حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقه من مال وقيت وكذا اكيد يسال القران الكريم وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. ما انتهى سرح ربي دي سرح ربي في كاغي مسن في اللي ضاغي فسن في كاغي مسن في اللي ضاغي فسن يمسن بالخير الرول دي غيفسن باش ينفق وين تفكي ضاك ديوغال واك ديوغال اكثر اك ديوغال اكثر نعطيو عبره الى يون الله يذكره بالخير مازالو حي ساعه حوالي 80 سنه غسه انك فهم يون السر يرضى ربي سبحانه 55 سنه ياكي فقاس يفقاس شغل ستان كود لا لي كود هكذا ربي سبحانه ذا شو ذي الكود هكي إن يش ملمي صدقة أي ديفك ربي أكثر إن يش ما صدقة مليون أديو غال مولاش مولاش سين ما فكي غربعة ديو غال ثمانية إن يش تيكولي رنوي ضربي أكثر إن يش فاق غاس ثورة سي بون سي بون لا بأس يفنى ثورة ثلاثة الجوامع يكفن الله يبارك وحدس إن يش لا بأس يرنسي الحلال إن يكثر وفيق السرقة ستقوذ حمل غياكو مع ربو تسقوذ خزائن الله لا تنفذ لأنه قد يجرف نسا ماشي كان بدنا نحكي في الصحابة غادي نحكو أبو بكر الصديق وري جوال ويمانيس وكذا وراويس إن ياس الرسول صلى الله عليه وسلم شو تجي وراويك إن ياس تركت لهم الله ورسوله ولكن 15 القرنقي مخلد خطر الخير الفعل الصالح الأعمال الصالحة تخلد أصحابها وقيو فياس لكن كاين فخر بدير الحديث الثالث ضربي في دينا للآية أكد في صاص في الحديث ما نقصت صدقة من مال وسقرر أتصعد المخيشة تحزيفض أتحسافض صافين كسار 100 مليون ما فكرة مليون صافة تقيم كان 99 نو سكارة مليون هذا فتاك كان الفرق سي بون نو من بعد كم الحديث وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وين يتسميحا يتسميح المسامح كريم استقبلت قرنك وين يجان يجان هذا اكن يتسميح ربك يعوز اشرف الدشان الايه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الصوره صافي 8 على 10 وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله تعالى اخرجه مسلم تتواضع ربي يزيد لك في الشان